وللوقوف أكثر على الحالة المعيشية للعراقيين في ظل انعدام الرؤية الحكومية وتأخر إقرار الموازنة للعام الجاري، ينضم إلينا عبر الهاتف من مالمو عضو التحالف الوطني المعارض لبيد الصميدعي. أهلا بك. أهلا وسهلا بكم، حياكم الله. اليوم فشل البرلمان في التصويت على مشروع قانون الموازنة المالية للعام الجاري، ما توقعاتكم للوضع الاقتصادي في العراق وتأثير ذلك على الحياة المعيشية للمواطن؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الخلافات التي أدت إلى عدم إقرار مشروع الموازنة، قانون موازنة، مشروع الموازنة، هو ناتج عن الخلافات، خصوصا الخلافات بين الأحزاب، الأطراف الشيعية والكتلة الكردستانية، مما أدى إلى انسحاب الكتلة الكردستانية وسفرهم إلى كردستان، وهناك عطلة رسمية تستمر 4 أيام يعني في كردستان بمناسبة عيد النوروز. ومن المتوقع، من غير المتوقع الوصول إلى اتفاق، يعني حتى الموعد الذي حددوه بعد 7 أيام لعقد جلسة برلمان من أجل التصويت، ربما يجري التصويت بدون الكتلة الكردستانية، وهذا سيؤدي إلى تفاقم خلافات، صراعات داخلية داخل العملية السياسية بين الأطراف السياسية مع كتلة كردستان، ويؤدي ربما إلى نسف الاتفاقيات السابقة بين الحكومة وبين الأكراد. أما على صعيد الوضع المعاشي بالنسبة للمواطن، عدم إقرار الميزانية يعني عدم القدرة على تنفيذ مشاريع جديدة أو استحداث مشاريع جديدة في الدولة، وهذا يؤدي بالتالي إلى عدم استحداث وظائف جديدة يعني للمواطنين، لأن احنا نعرف أستاذ لبيد بذكرك المشاريع التي يعني توقفت اليوم، تأخر المشاريع هذا كيف ترى فيه السياسات المتبعة من قبل الحكومة في بغداد لحل الأزمة الاقتصادية في العراق؟ بالحقيقة الحكومة ليست جادة في حل الأزمة الاقتصادية في العراق. الحكومة ليست لا تقدم حلولا، بل بالعكس، الحكومات المتعاقبة في العراق منذ الاحتلال إلى يومنا هذا هي بالحقيقة مجتهدة في إنتاج المشاكل والأزمات الاقتصادية، وإذا كانت هناك مشكلة فالحكومة تزيد الطين بلة وتعرف كيف تفاقم المشاكل. الحكومة فاسدة لأن مكوناتها فاسدة. نعرف أن الحكومة تتكون من أحزاب وكتل سياسية، وهذه الكتل كلها فاسدة، ونعرف أن هناك ميليشيات أيضا تتقاسم السلطة المحلية مع الحكومة. هذه الميليشيات أيضا مرتبطة بإيران وتتحكم بها إيران، وهي التي تنشر الفساد وتنشر الإرهاب في داخل الدولة، وهي التي أيضا تمتص من عائدات النفط وعائدات المنافذ الحدودية. هناك كثير من الفيروسات والجراثيم التي تهدد مفاصل الفساد في العراق، رغم أنها دولة غنية، لكن أصبح حسب تقريركم الذي تفضلتم به أصبح 15 مليون شخص عاطلين على العمل، يعني هؤلاء يشكلون نسبة أكثر من 40%، وهذا ما اعترفت به الحكومة. يعني ونحن قبل، أتذكر قبل نحو عامين من خلال قناتكم الكريمة قدمنا تقريرا عن صادر عن الأمم المتحدة، قالوا فيه أن نسبة البطالة بحدود 30%، 28%، يعني خلال عامين، أقل من عامين، أن تطفر نسبة البطالة من 28% إلى أكثر من 40%، هذه كارثة. هذا يجيب على سؤال حضرتك بأن الحكومة لا تقدم حلولا، بل تقدم وتفاقم المشاكل. نعم، من مالمو عضو التحالف الوطني المعارضة الأستاذ لبيد الصميدعي، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.